حياكم الله مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وبالتحديد برنامجنا صباحي نسمات زاغروس، لكل الجولات اللي دائما نقدمها لكل مشاهدينا وين ما يكونون داخل وخارج العراق. أتمنى لكم يا رب نهار سعيد مليء بالحب والأمل والطاقة الإيجابية. طبعا أكيد الجولات مختلفة بكل المناطق، بكل الأماكن، الأماكن العامة، الأسواق الشعبية. اليوم جينا على المول، طبعا تعرفون بهذه الأيام الناس تلتجئ إلى المولات كونها أماكن باردة، وبنفس الوقت أماكن كل شيء تلقون بيها، المطاعم، المحلات التجارية، مختلف أنواع الأشياء اللي تحتاجها العائلة العراقية. لذلك اليوم إحنا جينا بشارع النهر، الناس هنا تجي تلتجئ تغير جو، تعرفون درجات الحرارة هالفترة يعني ما قاعد ترحم أحد. لذلك يشوفون الجولات دائما بها الأشياء السلبية وبها أشياء إيجابية. لذلك اليوم إن شاء الله بداية خير، نبدي دائما صباحنا بطاقة ونشاط وحيوية. فأكيد مشاهدينا تعرفون عن الجولات اللي أقدمها دائما تكون عفوية وجميلة، فيا رب الزملاء أيضا ما أنساهم، الحركة تكون دائما طبيعية. لذلك أنا جيت على المول حتى نتعرف على كل ما موجود، وأيضا الحركة الصباحية اللي تكون ببغداد اعتيادية مثل ما تشوفون الناس تتوافد. المول هو مكان مميز دائما يختاروه الشباب، البنات، العوائل، حتى الأطفال يعني. فإحنا جينا اليوم حتى نشوف الحركة بداخل المول مشاهدينا، بتعرفون الحظر وأيام فيروس كورونا يمكن خذت من عندنا هواي تفاصيل، لكن صار المول هو المتنفس إلى العائلة. تعرفون الشروط الوقائية موجودة، ما تدخلون المول إلا جفوف وكمامات. وده نشوف بداخل المولات أكو معقمات دائما، فأكيد خلي هنا نشوف الشباب. حياكم الله، شلونكم؟ نحكي ياكم؟ شلونكم؟ حياك الله. عين الله يسلمك. احكي لي شلون الحركه بداخل المول خصوصا؟ لا الحمد لله زين. لا الحمد لله. شلونكم ويا الحر؟ لا زين الحمد لله، ما بحر. والله الله يسامحك. يعني انتم عملكم اني هذا اسميه عمل شريف، عمل مقدس. انتم واجهه المطاعم اللي دائما تكون، فاكيد انتم لازم تكونون باحسن صوره، صح؟ اشكرك. اي صحيح. العالم شلون هالفترة؟ تعرفون بأيام الحر العالم أكثريتها تجي لهنا، لكن بوقت الليل بالضبط بالليل يصير حركة حلوة يعني بالليل، ممكن تعرفين الناس تطلع بالليل. أي بس الجو حار كلش يعني، دائما كنا يتأذون العالم حارة وحارة. أي يلا الله يساعدنا. قلبك شكرا. يعني هو العراقي كل شيء عادي، هذا هو لازم نتحمل كل شيء نتحمل. ليش يقول لك حتى العراقي حتى من جهنم ما يخافون من سبب الحر هذا؟ ايش رأيك ولا؟ يلا شكرا. نعم طبعا مشاهدينا الحر قضيتنا اليوم، وتعرفون الكهرباء بهذه الأيام يعني أكيد إحنا دائما تشوفون بجولاتي بالشوارع العامة وأيضا حتى الأسواق كثير من الناس تناشد على يوم موضوع الكهرباء ورداءة الكهرباء. لذلك إن شاء الله يا رب نطمح بالأيام القادمة أن الكهرباء تتحسن وتكون أفضل. يمكن هو بس هذا الشهرين أو الثلاث أشهر راح تكون حرارة يعني، وتموز وآب اللهاب. فحياكم الله شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ شعدكم بالمول؟ والله موظفين احنا هنا. موظف. شلون الحركة للناس بهذه أيام الحر؟ اي والله أيام الحر نعاني شوية، الحركة ضعيفة كلش بالنهار، بس بالليل يعني تجي ناس بالنسبة اللي كانت تجي قبل بنسبة يعني 40-50% بس بالليل يعني مو بالنهار. تعرفون اليوم احنا موضوع الحر هو صار قضية والكهرباء خصوصا، لكن احنا نطمح للخير دائما. انتوا هنا بداخل المطعم. أيه. الله يرزقك. الله يسلمك. حياكم الله. نعم شكرا. اكيد مشاهدينا يمكن موضوع اليوم العمل الحر اغلبيه الشباب صارت تلتجئ اليه. تشوفوهم الناس اللي عندهم بسطيه، الناس اللي يشتغلون نادرين بالمطاعم، فكل هذه الأعمال اللي تكون حرة. ودائما مشاهدينا احنا مع المواطن العراقي حتى نقدم له الدعم بكل أشياء. وأكيد احنا قناة زاغروس هي قناة العائلة العراقية، من خلالها نقدم الدعم لكل فئات المجتمع، وأيضا راح نكون متواجدين
بكل مناطق بغداد وايضا كل المحافظات وايضا اقليم كردستان. فتعرفون هذه الفتره فتره الحر، نشوف اقبال جدا كبير من قبل المواطنين الى اقليم كردستان، اربيل، دهوك، سليمانيه، يعني هناك الجو غير باوقات الليل. فتشوفون الناس اغلبيتهم صارت تطلع سفرات وتروح يعني تستغل هذه الايام، ايام ارتفاع درجات الحراره في بغداد وايضا حتى المحافظات الجنوبيه. لذلك مشاهدينا هسه يعني الناس يمكن بهيك اوقات تكون اكيد بعملهم بالتزامهم. احنا نجي الصبح حتى نشوف الناس هنا، تعرفون ايضا بهذا الشارع منتشره المطاعم، الاوبن كوفيه الصباحي، الريوق الصباحي، جيمار وجبن وشاي وزيتون. الزملاء يعرفوني اني ما اقدر ابلش يومي اذا ما اتريق بصراحه، فهو هذا احلى شيء. تعرفون الريوق وجبه رئيسيه، اكو كثير من الناس يستغنون عنها، يظلون بالليل سهرانين ويقعدون وقت متاخر، انيالهم دول اللي ما عندهم التزام. لكن احنا اليوم عملنا الاعلامي يحتم علينا انه احنا نكون مستعدين بكل الاوقات. فخلي هسه الكاميرا دايره وخلينا نشوف الحركه للمواطنين. الناس تجي هنا، صارت اغلبيه الشباب يجون هنا بهذا الشارع، يدخنون ارقيله، يشربون قهوه، انا من الناس اللي اجي اشرب قهوه هنا بصراحه. فتشوفون ما شاء الله اليوم صارت عندنا ايضا كثير من المطاعم، البراندات يعني منتشره بكل يعني مكان في بغداد. فتشوفون اغلبيه هذا الشارع فيه براندات يعني ومطاعم عالميه، فالاكل هنا يكون على احسن شيء يعني بصراحه. فهسه زميلي ياسر خلي الكاميرا دايره وخلي نشوف الحركه للمواطنين. مشاهدينا مستمرين في جولتنا لهذا اليوم بشارع النهر، فخلي نشوف هنا الشباب. حياكم الله، شلونكم؟ شلون الصحة؟ احكوا لي بهاي درجات الحرارة وأيام انقطاع الكهرباء، أكيد هنا أنتم متواجدين دائما. أكيد احنا متواجدين، إي نعم. أنتم هنا تشتغلوا؟ إي نعم احنا نشتغل. زين احكوا لي إقبال الناس هالفترة شلون؟ والله الناس فترة الظهرية ماكو أي واحد يسكن يكون، إي يصير حركة ضعيفة. أكثرية الناس اي اكثر هي تجي بالليل، بس يجون بالليل، يعني بالنهار ماكو، يعني هي حاره. صحيح. ودوامته؟ هي دوامات وحاره والزحامات، فاللي يريد يروح لها ما يجي لهنا. نعم، يلا شكرا. عفوا. حياك الله. نعم. طبعا مشاهدينا احنا دائما غايتنا نوصل الصوره الايجابيه من خلال عدسه قناه زاجروس الفضائيه. اليوم شفتوا الاجواء بداخل المول، وايضا خصوصا بشارع النهر، هذا الشارع المحبب لكثير من الشباب. فاحنا دائما نقدم لكم كل ما هو جديد من خلال مشوارنا الصباحي نسمات زاجروس. فزملاء بالاستوديو راح ارجع لكم حتى تتناقشون بهذه الاجواء، وايضا اتمنى دائما تكون قضيتنا موضوع الكهرباء. احنا دائما اذكرها، احنا حلقه الوصل ما بين الجهات المختصة وأيضا المواطن. فدائما احنا يجون يقولون بالكواليس، يعني قبل ما نبدي بأي جولة أو أي موضوع ممكن اليوم احنا نقله، أريد الناشد على موضوع الكهرباء، أريد الناشد على المواضيع الخدمية اللي احنا محتاجيها بصراحة، وهذه أبسط حقوق المواطن اليوم. طبعا هذا ما يسمح به وقت جولتي، راح ارجع لكم واتمنى لكم يا رب نهار سعيد. وبختام الجوله تقبلوا تحياتي يعني رائده فاضل وتحيات كل كادر العمل وايضا زميلي ياسر علي. نلتقيكم ان شاء الله بيوم اخر، وان شاء الله يوم يكون حلو. فاتمنى لكم يوم سعيد، مع السلامه.